أهلا وسهلا بكم أحبتي، يسعد صباحكم جميعا، تمنياتي لكم بنهار مبارك وموفق للجميع. تمنياتي كذلك لكل زملائنا في كادر قناة الرشيد بصباح مبارك، صباح تملأه الخيرات، صباح تملأه المحبة والتعاطف، صباح تملأه الإنسانية، المحبة، الصلاة، الخير. أرضنا دائما كانت وستبقى دائما أرض الخير والخيرات، في دعمها وكأرض وكذلك بناسها، ودائما نتمنى أنه يكون باقة الخير والمحبة والعطاء والفرح والتفاؤل دائما تكون مليئة في حياتكم، وسمات دائما ترتسم على ملامحكم. يا ربي وإلهي، يا ربي وإلهي، آمين يا الله. أهلا وسهلا بكم أحبتي. ما هي أخبار الخارطة الفلكية؟ الخارطة الفلكية طبعا كان القمر متواجد وما زال لحد الآن متواجد في برج العقرب المائي، لكن يريد يتحول في يوم 20 الشهر، راح ينتقل إلى برج القوس الناري. فهذه هي فترة تحول من برج إلى برج. فبعد عندنا كم ساعة لأن ينتقل القمر من مجموعة إلى مجموعة، ومجموعة العقرب من المجاميع النجمية الكبيرة والقوية جداً، وكذلك مجموعة القوس كذلك مجموعة كبيرة ما شاء الله، سبحان الذي أبدع وصور وخلق هالنجوم في السماء وهالسلاسل النجمية اللي هي تعتبر من النجوم القوية في السماء. فمن سلسلة العقرب إلى سلسلة القوس، إذن وضع القمر هو هكذا. الخارطة الفلكية تقول أن الشمس مع كوكب عطارد متواجدين حالياً في برج السرطان، ودا تبدي الشمس تأثر على مجاميع الأسد. مجاميع الأسد ليش؟ لأنه بعد كم يوم إن شاء الله ناوية تنتقل لكم، يعني فلهذا السبب دا تشكل عليكم فد نوع من الضغط. هذا الضغط يجب أن ندرك أنه هو تأثير فلكي، فلهذا السبب لما أكف الضغوط معينة من خلال أم الكواكب والطاقة القوية على مواليد برج الأسد، فده تعتبر فترة ضاغطة ضاغطة، ما يعني ما يمكن ده يكون عنده فد مشغوليات، يمكن ده يكون عنده فد متاعب معينة، فد هموم معينة، أكو عنده فد ظروف معينة ده تظهر ده تخليه شوية مشغول. أكو قسم من عندهم خصوصا اللي دا يكون يعني الأقرب العشريات الأقرب إلى يعني العشرية الأولى نقدر نعتبرها وفق كذلك الكواكب اللي تأثر على العشريات. فهذه الفترة نقدر نعتبرها فترة إن شاء الله فترة بسيطة وتعدي. أنتقل الآن إلى فد فاصل صغير وأرجع إلى الفقرة. حياكم الله حبايبي، اليوم جبت لكم منحف الخماسي. أثبت المنحف الخماسي هو من أقوى المنحفات على الإطلاق، بعد التجارب العديدة يحتوي على أفضل المواد العشبية الحارقة للدهون وقاطع للشهية. يمتاز هذا المنحف بسرعة التنحيف وطبعاً عكس باقي المنحفات، حيث يتم النزول من نصف كيلو إلى كيلو يومياً. أيضاً يحتوي هذا المنحف على كورس من 3 علب قاطع للشهية، حارق الدهون، وأيضاً الملين. القاطع للشهية يستخدم مرة واحدة بعد الإفطار، أما حارق الدهون يستخدم مرة واحدة بعد العشاء. نرجع على الملين حبايب قلبي، الملين تستخدموه عند الحاجة فقط. للطلب والاستفسار الاتصال على الأرقام التالية. أهلا وسهلا بكم وعودة إلى فقرة الأبراج، وكنا نتحدث عن مجاميع أو وجود الخارطة أو وضع الخارطة الفلكية
ننتقل إلى الكواكب الأخرى. كوكب الزهرة أيضاً دا يضغط على مجموعة العذراء النجمية، لأنه بعد بكرة رح ينتقل لها، فبعد بكرة رح يكون إخلاء أو ترك لبرج الأسد منه وفترة انتقال إلى برج العذراء. فهذه الفترة دا تكون ضاغطة على مجاميع العذراء. إذا مجاميع الأسد، مجاميع العذراء، عندنا فترة انتقالة كواكب، ودنهيئ نفسنا لتغيير خارطة فلكية بوجود كواكب في مجموعة نجمية جديدة. إذا هذه الفترة ننتبه أحبائي مواليد برج العذراء، وبالأخص من عمليات التجميل، عمليات التجميل. هذا الموضوع خلوه في تفكيركم. أكيد أرقام الهواتف موجودة للاتصال، وعندي أول اتصال منه. تفضلي رغد. مرحبا هني سجينان. أهلا أهلا حبيبتي، هلا ورغودة. الله يسلمك سجينان. أنا شارع 6985. نعم. يعني عامة حابة على الدراسة، السفر. الدراسة، السفر، السفر قريب لو بعيد؟ سجينة، انا حاب يعني اسال عن مدة الجوزاء، يعني يا اختصر اصل الاكثر يعني مربوط الى مثلا الافضل الشريك. لا لا، الاختصاص يعني بالدراسة. الاختصاص بالدراسة وفق تاريخ ولادتك. اي اختصاص الدراسة تدللي. انا يعني سجينة يعني انا ماجستير رياضيات، بس يعني هذه والدتي هذا الشيء. اي ما شاء الله ما شاء الله، يعني هو انتم عطارديين، الله يحفظكم، ويعني كوكب عطارد هو كوكب العقل والقدرة العقلية، فالعطاردي ما ينخاف عليه، ذكي. ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي، ان شاء الله. اشكرك حبيبتي، كل الهلا حبيبتي، شكرا جزيلا. ولك ايضا ولاسرتك الكريمة. تفضلوا من وياي. تفضلي زهراء بنتي. يا هلا وميت، هلا زهوره. الله يخليك يا بنتي الحلوه العزيزه، كل الهلا، شرفتيني. تفضلي. بس مواليد عني 2/1 بتتكلموا. 2/1 مو دلو هذا، 8/1 او 2/1 مو دلو بنتي. 20/1 انا 20/1 20. نعم هسه تمام 20/1. اي بس اريد شوي صوتي على العاطفه لان مجمرني. يا الله خير. ابي اسوي على ومواليد انطيك مواليد مرت اخوي. تفضلي. مواليد مرت اخوي 9/11. اي بس اريد على الحمل يا اخو، هاي تكون حمل عندها هي هسه حمل؟ لا لا يعني انا اكو هاي فترة الانجاب. اي حبيبتي تدللين تدللين. مواليد 4/4. اي برج الحمل شوفي يعني اكو توافق بيناتنا مثلا اذا صار ارتباط. اي ليش ماكو؟ وانا كنت احكي على برج الدلو. برج الدلو تدللين مامي تدللين. أشكرك عيوني. حبيبة حبيب. غالية عزيزتي الله يخليك ماما، كل الهلا. جدتي ام مريم كل الهلا كل الهلا. يا قلبي يا عزيزتي الله يخليك ويسلمك، الله يسلمك يسلمك. اول سؤال تسلمين على ستالي اموت عليها حبيبتي. الله يخليك، اوصل لها سلام. هي عسوله 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 هاله. ثاني ذاك يوم انطيتك رقم الميلاد ما اعطيتيني خبر، قلت لك انا على الانجاب وعلى الرزق وعلى ناويه على السفر وعلى المرأة يعني على الصحة. هاي كلها ناويه عليها بنفس الوقت؟ لا مو كانت الكهرباء مطية وما يعني اليومها يعني زين. يلا يلا لا تروح تنطفي مرت الله، انطيني تاريخك. 14/6/74 لو 9؟ لا 14/6. 6 ها جوزاء. اي و 74 اريد تحكي لي على الصحه، على الانجاب، ناوي على سفر قريب، على الرزق، حبوبه يا بعد عمري، يرحم روح اخيك. دللي حبيبتي تسلمين،
يرحم والداتش. انا وياك تحاكيني خاصه في الكهرباء في والدك. ميت هلا ميت هلا تدللين يا غاليه كل الهلا كل الهلا على راسي على راسي كل الهلا. على الشاله واجد واجد يا قلبي. ميت هلا يوصل ويوصل يوصل يا قلبي يوصل. شكرا. اي فاكيد وفق هالانتقالات فيكون عندنا انتقاله هسه بالخارطه الفلكيه، القمر دا يريد يروح للقوس، زيابه زين. يدخل القمر الى القوس، بعدين الزهره تنتقل الى برج العذراء، يابه زين، فهذه الفتره كلها دا تعتبر انتقالات. الانتقالات تشمل انه مجاميع برج القوس هذه الفتره ما من المفضل ان تبداون بشيء جديد لان الطاقه هلقد دا تصير هلقد. يعني وخصوصا الابراج ذات الطبيعه الكهربائيه فيا اما في انتقاله القمر بحالاته وهاي اشياء احنا دراسيه اخذناها من خلال الطاقه وطاقه الجسم وديناميكيه وميكانيكيه تاثيره في الجسم، احيانا يكون الكهربائيه اكثر أو الكهربائية أقل، والزايد أخو الناقص اثنينها تسبب لنا إشكالات. راح نلاحظ الكثير من عندكم راح يعاني من آلام في منطقة الرجل أو المفاصل أو مثلا من يوقف هواية يشعر بتعب أو منطقة الظهر، هذه شوية راح تتحسسون بيها نتيجة للثقل القمري، فما راح يقدر يخليكم هذا الثقل تكملون واجباتكم، فالواجب علي أكمل المهم ومن ثم الأهم، قصدي الأهم ومن ثم المهم، الأعمال نجزئها ريثما ينتقل القمر إلى برج القوس. عندنا الزهرة، الزهرة دا تضغط على مجاميع منو مجاميع العذراء، فدا تنطيهم فد نوع من التذبذب العاطفي. ما اعرف يقعدون من الصبح مو كلش يعني خصوصا منو خصوصا اللي رقمهم 24 و6 و15 من مجاميع العذراء هذول لانه تابعين للزهره اكثر. فاحبتي هذه المواليد او هذه المجاميع اقول انه شويه ما نتخذ قرارات عاطفية، إحنا في حالة تذبذب، العاطفة في حالة تذبذب، كذلك ممنوع منعاً باتاً عمليات التجميل، ممنوع هذه الفترة. لا تقولوا لي يعني مثل ما يقول يعني شون إحنا هو مو أمر، هو رجاء، رجاء حفاظاً على سلامتكم، حفاظاً على صحتكم، لأن كوكبين المختصين بالبشرة بالبيت اللي يسبق. فهذا شيء ينطينا فد نوع من الاحتياط والحذر، دا يدزلنا الفلك ألارم يقول لك لا تتجرأ لا تجازف. أكو أشياء ممكن الطبيعة نستعيض عنها في هذه الفترة، بعدين لما يكون الوقت ملائم يلا أتصرف. القمر دا ينتقل بانتقالة القمر دائما مواليد برج السرطان يصير عندهم فد نوع من التذبذب، كذلك عشريات القمر نلاحظ انه يصير عندهم شويه فد نوع من التباطؤ بالامور، او انه اني مثلا عندي ايد اقوم هسه داقوم اروح على الشغله عند الاوصل الشغله اوي ما اريد اسويها، يعني هل تكاسل او التباطؤ او عدم الاقدام على الامور يصير عندنا. من هم مجموعة السرطان وعشريات القمر. عندنا الزهرة، الزهرة لمن تحكم؟ تحكم الميزان وتحكم كذلك الثور. فبانتقالتها في هذه الفترة وضغطها أيضا يصير عندنا فد نوع من التاتشينج والتماس مع هالبرجين. فنلاحظ أنه هالبرجين راح يكون عندهم أيضا فد نوع من شوية تشتت الأفكار، يعني مثل ما يقول ما من المفترض أن نكون كلش جديين وواقعين وياهم، لأنه إذا أنت تكون كلش جدي وواقعي وتحكي ويا واحد ولا مهتم
يعني راح يتولد فتشحنة من عفوا من الغضب او فتشحنة من عدم، خصوصا هاي تجري بين الازواج او بين الاصدقاء، يعني واحد قلبه محروق وقاعد يحكي والاخ ما داير له بال. ف يمكن احيانا الانسان يكون عنده فد نوع من الرد الفعل، ترى مو بايده، احيانا مو بايده تكون، فهذا تاثير فلكي. اكو اوقات تكون اكثر مناسبه للاعمال، واوقات للمناقشات، للاعمال، للبت بالامور، كذلك التحركات ممكن تناسب اكثر من اوقات معينه. فهالامور اللي نوهت بيها للابراج نستفيد من عندها. الابراج اللي راح تكون اكثر مستفيده وبكره راح نتحدث عنها بقوه الله هي الابراج اللي صديقه ويا القوس، امثال الدلو والعقرب ايضا راح يكون مستفيد من الناحيه المعنويه والعاطفيه. كذلك الميزان راح يكون مستفيد، منه بعد عندنا الحمل، وكذلك مجاميع برج الأسد، رغم أنه هاليومين كانت مهلكة جدا، تعامد القمر موجود بموقع كلش يعني متعب، فإحنا دريد من الله يطلع بس يروح، يعني يروح للقوس ذا هالمجاميع اللي هم الثور، وخصوصا الثور عنده كوكب الحاكم دا يتحرك، فهذا دا ينطيه التباطؤ، فد تراجعات، فد يعني فد حالة شوية بيها نوع من التعب، خصوصا بالتعامل ويا الآخرين دا يشعر بعبء، بثقل، لا أدري. يعني هذا الكلام كله اللي دا نتحدث به، الإنسان يمر بهذه الظروف، لكن أمنياتنا من الله سبحانه عز وجل، مهما كان الثقل الله ينطينا الحيل والقوة بقدرته والحكمة في التصرف. القوة من الله، طالما أنه الإنسان يعني دي يخلي نفسه في يعني يمكن يكون في ظرف شوية صعب، لكن نقول يا رب أنت المسهل وأنت اللي قادر أنه تسيرنا في الطريق الصحيح. يحاول الإنسان في وقت يرست عقله شلون أتصرف، أو شلون أقدر أوازن بين الأمور، وكيف استخدم طاقتي في التحمل بعد رحمة الله اللي هي تعتبر يعني طاقة مطلقة. فهذه الأشياء ممكن أنه شوية شوية تنتهي وتختفي أحبتي، خصوصا لمجاميع بعض الأبراج. ننتبه دائما إلى الأمور اللي ممكن أنه أمشي بيها، والأمور الأخرى اللي شوية بيها فد نوع من الصعوبة إذا ما أقدر أسويها يعني أأجلها، يعني شو نسوي؟ أمرنا الله إلى أن يحين الموعد الملائم لذلك. فهذه هي فد خلاصة للوضع الفلكي. إن شاء الله في نهاية هذا الشهر إن شاء الله تكون نهايته إيجابية على الجميع. عندنا تحركات، أولها للزهرة، ثانيها لعطارد، ثالثها للمريخ، ورابعها للمشتري اللي رح يرجع متراجعاً لبرج الدلو الهوائي. فكل هذه الحركات قدامنا، فالتغييرات بالخارطة الفلكية رح تخلينا شوية عندنا فد نوع من يعني الخبصة في انه شلون نقدر ننسق طريقة او وضع الخارطة الفلكية من خلال الوضع بصورة عامة وحركة الكواكب بالأبراج. ننتقل الآن إلى حيدر. عندي يقول أنا 5/11 و26/2. 5/11 بصورة عامة مواليد برج العقرب العشرية الثانية، و26/2 هذا مواليد برج الحوت العشرية الأولى. بالنسبة ننتقل الآن نتكلم عن مواليد برج العقرب، لأن عندي أيضا 9/11 من نفس العشرية تابع إلى زهراء. 5/11 و9/11 مولود برج العقرب مغناطيسي الصفة،
من المجموعات الكوكبية عالية الجودة يعني بالنجوم. نجم قلب العقرب يعتبر نجم مضيء جدا ويساعد الشمس كثيرا في توزيع هو والشعرة اليمانية اللي سامعين بها هذه النجوم، تساعد الشمس في إعطاء النور والإضاءة. عندنا مجموعة الأسد، طالع الأسد، يعني هالمجاميع طالعها الأسد. عندي منه حيدر 5/11 وزهراء 9/11. برج العقرب طالع الأسد، هذه الشخصية كلش قوية، تمتاز ب يعني عنفوان قوي جدا، عنفوان، طموح، إرادة، شخصية قوية. فهالفترة مواليد برج العقرب هالأمور الموجودة واللي ذكرتها، قل لي وينها؟ شو مدى أشعر بيها؟ يعني أشو لا عندي تسهيل، لا عندي هالأمور، فهذه كل هالأمور تسبب في الثلمة بالإنسان، بعنفوانه، بشخصيته القوية، بقدرته، مدى يقدر يسيطر على زمام الأمور بالشكل المناسب، خصوصاً بالنسبة لشراكات العمل والعاطفة. شراكات العمل والعاطفة، وكذلك هناك أمور منزلية تلعب دور بالحياة، يا إما تخص سفر أو معاملات سفر أو مشاكل تخص منزل، سواء كان منزله أو منزل أسرته، أو دا يكون مشتت بقرار ارتباط يعني آخر، يكون أكو قسم منهم يعني مو كلهم، قرار آخر ارتباط ممكن أن يكون يقدر يفتح بيتين. فهالأمور شوية دا تلوح بالأفق، لطالما تواجدت كطالع أسد، لطالما راح تدخل الشمس إلى برج الأسد، إيش راح تنطيكم؟ راح تنطيكم القوة الكامنة في تخطي الصعوبات. هناك استشفاء من أمراض، هناك قرارات راح تتخذوها حول شيء معين، الوصول إلى نتيجة سواء كان عن طريق الفكر أو الظرف هو اللي راح يوصلك لهالنتيجة، لكن بالأول وبالأخير فهو عملية ترسيت. لكن الشمس تنطي الطبع يعني الطالع ينطي الطبع. فمن المفضل مواليد برج العقرب في هذه الفترة رغم الظروف اللي يمرون بها ينظرون إلى قلبهم، طيبين القلب إلى أبعد الحدود، لكن بنفس الوقت عصبيين إلى أبعد الحدود، وما يعجبهم الحال المتأرجح، فحدي عصبي يعني نوعا ما أكو بي فد نوع من التجلد. فهل الجلادة وهالقوة داخلها طفل صغير طيب القلب؟ فانظر إلى طيبة قلبك في هذه الفترة، لا تنظر إلى القسوة أو تنظر إلى أنه تتخذ قرارات صارمة تجاه الآخرين. مشغولياتك رح تقدر توصل إلى موضوع الترسيت، رح تتسنى لك الظروف في أنه تقدر ترتاح من أعباء، تقدر ترتاح من أعباء. أما بالنسبة إلى مجاميع يعني موضوعة الحمل أو الإنجاب، لطالما كوكب المشتري موجود حاليا في برج الحوت اللي هو بيت الإنجاب بالنسبة لكم، هو في حالة تراجع. الفترة الأكثر إيجابية للإنجاب هو أنه هسه المشتري رح يرجع وين؟ رح يرجع إلى الدلو في هذا الشهر أواخره، فرح يبقى مجرد نبتون متراجع في برج في بيت الإنجاب. الفترة اللي تكون ممكن تكون مناسبة للإنجاب هي الفترة الحالية اللي لما راح تدخل الزهرة إلى برج العذراء، هذا راح يساعدكم كثيرا وراح يكون في يوم 21. الفترة إيجابية جدا،
ممكن، وكذلك هناك فترة أكثر إيجابية من يكون القمر أو الكواكب أيضا في الشمس، من تدخل أيضا للعذراء، وكذلك من تدخل إلى العقرب، ومن تدخل إلى الجدي. فهل هالفترة اللي يقدر يعني كأن يكون قادر بمساعدة الطب، ممكن أن يصل إلى يعني إمكانية الإنجاب. هذا فيما يخص حيدر وكذلك زهراء. عندي 26/2، 26/2 مواليد برج الحوت، هاي ضمن يعني مجموعة حيدر. مجاميع برج الحوت الفترة الحالية الشمس موجودة في برج الأسد، السرطان راح تنتقل للأسد، ماكو مشكلة بالنسبة لكم. لكن انتقالة الكواكب إلى برج العذراء هذا شيء يعني، يعني عليكم أولاً مواليد برج الحوت، أولاً الانتباه إلى وضعكم المهني. ممكن فرصة مهنية، ممكن مجال ترقية، ممكن حصول على تعيين، ممكن بعد عودة المشتري إلى يعني من برج الحوت إلى برج الدلو. فمواليد برج العذراء راح يصير عندهم شراكاتهم راح تختلف، نظرتهم إلى الشراكة راح تختلف. فمن الممكن هناك للعزاب هناك أيضا فترة ارتباط وكذلك فترة شراكة. هذه يمكن بحسن تصرفنا نقدر نتابعها. مواليد برج الحوت في الفترة الحالية إن شاء الله يكون عندكم كل شيء على ما يرام، تقريبا يعني وفق الخارطة الفلكية. السيد المخرج قال لي إنه وقتك خلص والبقية إن شاء الله أرد عليهم بكرة. تمنياتي لكم بقضاء ساعات إيجابية، لطالما شددنا الرغبة على أن نكون لبعض شمعة مشتعلة للمحبة للخير للسلام. إن شاء الله يا ربي تكون ساعاتكم كلها تحمل هذه المعاني. أستودعكم إلى لقائي بكرة لكم، وأنقل الأجواء لهالة وعمر. عيني ست هالة وصلك سلام، وسلام حار، وأني أوصل الأمانة. أختنا أم مريم اتصلت بي قالت لي سلمي لي على هالة كلش الله يسلمها، تحبك جدا. الله يسلمها ويحفظها. عيني أم مريم وصلت السلام. شكرا لك يا أم مريم. أكيد يا ما يسلمون عليها، شو ما تقولي لي لا دي حظي. خلي خابر واحد يسلم عليك وأقول. شكرا لك. ختام وصلت بعد غير وصلت ختام. اذا مره ثانيه نقول لكم كل عام وانتم بخير مشاهدينا وحبايبنا، يا ربي هذا العيد يكون عيد خير وبركه على كل العراقيين، ودعواتنا ايضا لحجاجنا ان يعودون لاهلهم بسلامه. وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم ان شاء الله بالايام المقبله. الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، لو قلت تقيات يعني اتخبص صدقيني.